مسرحية جديدة ستعرض آخر هيدا الشهر على مسرح دوار الشمس. رح نعرف تفاصيلها أكثر مع خلينا نقول البطل الممثل والمخرج. الحلو فيهم إنه اثنيناتهم جديد، اثنيناتهم عندهم هالحماس، اثنيناتهم حابين يفرجوا إنه هيدا الجيل يلي مأمن بهيدا البلد واللي باقي بهيدا البلد إذا أعطته الفرصة بيقدر يطلع كل طاقاته ويفجرها، ورح نشوفهم كيف رح يفجروها على المسرح. أهلا وسهلا فيكم إلي كريس توفوريدس، مع انه جربت انه انا قلت ما بدي غلط ابدا بالعائله، وروماريو عقيقي. انتم مزبطين، عم تخيل الاسم روماريو كريستوفوريدس بتكون على الاخر يعني زبطت. اهلا وسهلا فيكم. الي نصك يوناني؟ يس مزبوط. روماريو الاسم شو؟ لبناني. لا هو اسم برازيلي بس انا لبناني كومبليت. لا بعرف، عم بسال عن الاسم. الاسم من لاعب فوتبول وقت خلقت بال94 كان في مونديال. حلو. كان كابتن البرازيل كان اسمه روماريو. وانت بالفوتبول مع البرازيل؟ ما عندي تشويس، مجبور جبروني. العيبكم مع غيرهم. اهلا وسهلا فيكم شباب. اليوم رح تخبرونا اكثر عن حاكم طيبه الجديد. صح. روماريو حضرتك المخرج، وإلي حضرتك اللي عم بتمثل هيدي المسرحيه. كيف خلقت الفكره روماريو؟ بلشت الفكره اول شيء كبروجي تخرج لإلي بالجامعه اللبنانيه. انا عامل مسرح بالجامعه اللبنانيه، فاشتغلنا، كان المفروض نشتغل سنه على المسرحيه تنعرضها بالاخر كبروجي تخرج، ومن بعدها صار في وضع كورونا ووضع الأزمة اللي صارت، واضطرينا أنه نلغي العرض، نعمل منه مشهد واحد 10 دقائق مع 2 characters. فيلي صار أنه أنا صار تخرجت، صار معي مسرحية بإيدي شاغل عليها كتير وما عرضتها. وبذات الوقت كمان نحن بدومين المسرح، إذا أنا ما أخذت المبادرة ما مين بده ياخذها عني. اوكي، فهذا الشيء اللي فكرت فيه. اوريدي معي مسرحيه رح بلش شغل عليها، وصرنا تقريبا شي حوالي السنه عم نشتغل عليها تا مفروض تكون. بتعرف انه لما نشوف نحن على المسرحيه هيك الناس لما تروح تحضر ما بتكون عارفه عن جد قد ايه هي اخذ شغل. صح. يعني سنه وقت كثير طويل لتقدر. صح. وحضرتك كانه انت وان مان شو، يعني فتت بكل التفاصيل وعملت كل شيء ودققت بكل الاشياء. اكزاكتلي لانه بذات الوقت يعني قبل العمليه الريهرسلز، في عملية ريسيرش، هي المسرحية مقتبسة عن مسرحية عابدات باخوس للكاتب الإغريقي يوريبيد، يعني مكتوبة من حوالي 2500 سنة لورا. بدك تخليها تشبه عالمنا، او بدك مثل ما هي تقتبسها شو عملت فيها للمسرحيه؟ الستيل اللي موجود فيه هو اذا عم نحكي عن الاسامي اللي موجودين بالكاركترز، خليتهم هن ذاتهم، شكلهم هو ذاته، بس كيف عم يتصرفوا وكيف عم يتحركوا هيدا اللي لعبت فيه. كثير بيشبهنا. ليه؟ لانه بالنسبه لي هيدا الشيء اللي عم نصير نفكر فيه، انه نحن المسرحيه مكتوب من 2500 سنه، والعالم اللي عم يجوا عم يحضروا عم بيشوفوا ناس ما بيشبهونا، بس بذات الوقت كثير عم بيتصرفوا مثلنا وعم بيعملوا القصص اللي نحن بنعملهم. سو نحن بنفكر انه نحن تطورنا تكنولوجيا وحضاريا، بس هل يا ترى عن جد غريزيا في شيء تطور فينا؟ هيدا الشيء بدنا نسأله لإلي، لأنه هو يلي عم بيقوم بهيدا المسرح. أنت قريت النص الأساسي إلي؟ جربت هيك شو؟ بتذكر أول شيء روماريو بعت لي الـ original script اللي usually بياخدوها المخرجين وبيحولوها للmodern version. لما قريتها قلت انه كتير it's interesting، لانه في كتير منا بتمثل اشياء نحن كبشر بالجيل بهيدا الجيل من دائما we are going عم نعيشها. يس عم نعيشها. وحبيت اكثر انه الكاركتر اللي شافني فيه روماريو هو كاركتر كثير كومبلكس، يعني فيه كثير تشربك 100% تشربك كبيرسوناليتي. فبنتيوس هو مثل ما قلت انه هو ملك تيبا، مدينه تيبا. تيبا شايفة حالة ايه هيدي المدينة 100%، لانه بالنسبة لبنتيوس مواطنين تيبا كتير مستواهم عالي، مستواهم الفكري، ففي شوفة حال. فمجيت ديونيسوس هو اللي بده يبشر بألوهيته. هذا الشيء كان موجود على كل حال عند الرومان قديما، يعني كان في كذا إله، يعني هي المسرحية عند الإغريقيين. اكزاكتلي 100%. فكيف انه شخص عم بيجيب طقوس جديده على منطقه ومش هي بالنسبه لمنطقته؟ انا هيدا لي منطقتي انا. حدا عم يجي نفسك يعني. صح 100%. فبدنا نشوف كيف بنتيوس لاي مدى بده يروح ليقدر يوقف هدول الطقوس. اوكي. فلدرجه يمكن منشوف في مثل ديفرنت، في شيفت تاع
ترانزيشن بالبرسوناليتي تبع بنتيوس. في صراع بنتيوس راح تشوفيه بصراع اكشلي اكثر من انه في صراع. هلا هو في صراع بينه وبين ديونيسوس اكيد لانه طبعا على الحكم صح، وهذا الشيء بعده لليوم على فكره كانه ما تغير شيء من 2500 سنه لليوم شباب صح؟ صح. شو اكثر شيء هيك روماريو كانت الصعوبات بالنسبه لك؟ يعني شاب جديد، مشروع تخرج، بدك تعرض المسرحيه، يعني هالقد كانت الطريق سهله او كان فيها كثير عرقيل؟ يعني من اول ما قلت انه انا رح اعرض مسرحيه، وخاصه انه مسرحيه اغريقيه قديمه، يعني عم تخيل يعني كلهم بيصيروا يتخيلوا انه الممثل رح يوقف ويصير يقول قصص شعريه وعالم ما قال جلاده هول الاخبار، بس ضليتني انه بدي اعمل هذا الشيء، بدي اعمله بطريقه كثير مودرن، والحكي اللي عم ينحكى كمان كثير بيشبهنا، وحتى فيه كمان بيتخلله فيزيكال تياتر ورقص، يعني هو مسرح اكثر كومبينيشن بين تمثيل ورقص منه بس بيور تمثيل. بس بذات الوقت البروسس، يعني بالبروسس كنت عم فوت بكتير حيطان، بس بذات الوقت في كتير ناس كانوا عم بيوقفوا حد ويساعدوني، وهذا الشيء اللي خلاني يعني كفي وتخطى القصص اللي صارت معي. يعني انا بمحلات كتير قلت خلص رح وقف وما بقى رح كملها، بس انه لا حلو الاصرار. يعني رح نشوف فيديو نحن وياكم ونرجع نعلق. وليمة شو هالوليمة يا أكافي؟ شعره، دقنه كأنه وحش مفترس. بلا مواظك، عبادة ديونيسوس ممنوعة بطيبة. شعب طيبة أرقى وأزكى من كل الشعوب. ديونيسوس مش ابن الإله زوس، هو ابن إنسان بشري مش ابن إله. افتخر فيي بي، أنا اللي عملت اللي ما في ابن مرة عمله. ارفع راسك بي، شوف حالك ببناتك كيسك. كذبي بيضة معلاش، لو ما كان إله انت تسميه إله. قرب خليني احط لك هالإكليل على راسك. يعني إلي خلال كل التحضيرات تعرفنا أول شيء على الكاركترز، على الأشخاص يلي عم بيمثلوا بهيدي المسرحية، بس خلال كل التحضيرات من شو أكتر شيء كنت خايف؟ يعني عتلين هم شو هيك قبل ما تطلع على الناس على المسرح؟ هلا اكشلي كنت خايف اكثر شيء انه في هيدي في ترانزيشن بالكاركتر، يعني في نوع من ال يعني كيف اسود وابيض في فرق هالقد كثير شاسع، فكان انا هيدا اللي بدنا نجرب نفرجيه اكثر شيء للعالم، هيدا هو اللي بدنا نفرجيه، هيدا اللي اكثر شيء كنت خايف منه. ومثل ما قال كمان روماريو انه احنا عم ناخذ قصه عم نحولها لنخليها يعني تنفهم اكثر مع الجيل الجديد، هيدا كمان كنت خايف منه اكثر انه ما اقدر اتواصل مع الاودينس بطريقه مودرن اذا بدك. كيف هيك عم تتحضر لتطلع لتشوف الناس لتشوف ردة فعل الناس؟ يعني المسرح منا يعني كلهم بيقولوا انه اصعب شيء تمثيل على خشبة المسرح. صح مزبوط. هلا روماريو كتير عم بيحضرنا نفسيا دايما قبل ما نبلش ولما نخلص كل شيء ريهرسلز، عم دايما في مثل تحضيرات نفسية على ستيج، شو رح يصير على ستيج، شو يمكن فبعدنا هلأ بيس 100% بالتحضير يعني. صح. روماريو مؤخرا يعني تقريبا لاحظت انه المسرحيات عم تقتصر على شخص 2-3-4 بالكتير، وكأنه يعني هلأ مش الكل طبعا ولكن الأغلب يلي تبعتهم، يعني أنت عم تقلي أنه 15؟ صح، نحن 15
مؤدي، يعني بفضل اقول مؤدي عن انه ممثل، لانه نحن بالمسرحيه كمان مثل ما قلت في عندنا تمثيل وفي عندنا رقص، سو مثل كانه فنون ادائيه بسميها. هي مرتكزه اكثر على الفيزيكال تياتر. هلا كمان لانه مرتكزه على الفيزيكال تياتر ولانه المجموعه بتبين بتعطي فيجوالز حلوين على المسرح كمان نقاط 15. هلا يوجوالي بادجت وايز بالمسرح بلبنان ما بيساعد انه يكون عندنا هالقد 15، بس مثل ما قلت كمان يعني كل الممثلين كانوا عم بيكونوا كثير متفاهمين والحمد لله. يعني بتحس انه هيك شباب وصبايا، يعني مثل ما شفت انه في هيك اندفاع للعمل يلي عم بيقوموا فيه، في هيك حب للشغل يلي هن عم بيقدموه. اي متى المسرحيه الي؟ جون 25 ب 25 26 27 28. اوكي، على بمسرح دوار الشمس. دوار الشمس 100 يعني 100. 4 ليالي ورا بعضها. صح، معقول تكون قابله للتجديد؟ ان شاء الله ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق شباب. وان شاء الله هيك الاصداء بتكون ايجابيه وعلى ذوقكم، وبهيدا العمل تتبعوا اعمال كثيره غيرها. شكرا لوجودكم معنا.